الله وبركاته. اهلين وسهلين، كيف حالكم؟ طيبين؟ ان شاء الله انكم بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. ادري اني انا مقصر معاكم باليوتيوب، والله معليش انا اسف. شغلني بظروف التيك توك، والله شغلتني. وعدنا لكم بالسلسله اللي انتم تحبونها، مقاطع الهنود. وين ما اروح القاكم منشنيني، اطلع برا القى الناس يقولوا لي وين مقاطع الهنود؟ نبغى نشوف، خليها سلسلة لا تنقطع. وانا قد ما اقدر اني خلاص اوقف السلسلة دي، بس انتوا تبغونها. حبايب قلبي الله يسعدكم، خلينا نشوف مقاطع، مقاطع جديدة انتوا اللي ارسلتوها، نبغى نشوف مقاطع ونبدا معاكم باول مقطع. بسم الله وعلى بركة الله. بدينا يا شباب. بدأنا يا شباب، قايل لكم بدأنا. هلو 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 يا ساتر. انا من اول ساكت قاعد اشوف مقاطع عادي، بس لا اشوف اشياء غريبه. انا هنا اتفجر ضحك. اوه هذا مثل الاول، مثل الاول. لا قويه هذه، والله مره قويه. والله مقاطع ايش فيه؟ ما صار له شيء. العب اصلا ما طاحوا، دخلوا جوة الارض. كل يوم، بس والله المخرج نفاس. شوف ما ينزل. والله في هرجة قوية بينهم، ما ادري ايش الهرجة. وح اندرتيكر. الله. يا اخي انا الاجمل في الهنود انه كل المشاكل اللي تصير عشان الحب، بدافع الحب. كل المشاكل اللي تصير كله قايل لكم كله عشان الحب. يا عمي هذا كيف صيده؟
احتبل ولو يا يا عمي يا عمي ايش فيه؟ لا لا يا ما ادري والله ما ادري ايش فيه بالضبط، بس المهم ان الفيلم ذا كاي والله. لا لا في شيء غلط. دقيق دقيق في شيء غلط. اوف ترى ذا اسمر تغرب ورعب روبن هود. يا اخي الولود يا اخي. اللعب هذا صار يقلده. هذا الممثل شاف الممثل الثاني انه شايل دباب قال ليه انا شايل دراجة يا خوي. هذه غشنا يا عيال غشنا عادي. الله تحس المقطع لسه مو مرتب، تحس انه داخل على بعض، ما لسه اسمه مو مرتب مو مرتب. من شنو المقاطع تستاهل؟ حس كذا غلقنا المحتوى ليش؟ والله مره سريع. حبايب قلبي لا تنسون اللايك سبسكرايب حبايب قلبي، واشتروا المقطع بكل مكان، ولا اوصيكم يا شباب الدعم. ف سي يو ليتر، ونشوفكم بعدين. بس.